ماجده ام محمد، يا ام محمد ازيك يا عم الشيخ؟ ربنا يسترك يا عم الشيخ. ربنا يعزك يا رب. ويعزك يا اختي يا رب وكل مشاهد. قولي يا رب. ربنا يخليك. بص يا عم الشيخ، احنا اتنين سرايف في البيت مع بعض. ايه يا فندم؟ احنا اتنين سرايف مع بعض. سلايف. اه سلايف، سلفني شكرا. فحضرتك انا انت يعني مرات الكبير ولا الصغير؟ انت مرات الكبير ولا الصغير؟ كبير. عايزه تعملي رئيسه على الثانيه؟ لا والله ابدا. انا كل اللي احنا يعني كل اللي هو بقصده ان احنا نبقى كويسين مع حماتنا احنا الاثنين، وهي تبقى كويسه معانا. مش كل واحده قاعده في شقه؟ استني بس، مش كل واحده قاعده في شقه؟ اه يا عم الشيخ. وقافل عليها بابها؟ اه. طب ما ينفعش يعني، يعني هات المنخل عشان هعمل شويه كسكسي، والتانيه تقول لي طب امك ما جابتلكيش ليه ثلاث مناخل يا عينيا؟ انت هتبوظي لي بتاعي، وانا عندي المحروس ما بياكلش الا كسكسه كل يوم. ما ينفعش نقول لبعض صباح الخير، هاو ار يو، فاين، اوك، يس، ثانكس، باي، واجي رازع على الباب بس بالراحه، بالراحه، مش بوم. ممكن ينفع؟ لا لا. ليه يا اختي بتعملوا حرب ليه بس؟ نفسي افهم ليه. المشكله مش كده والله يا عم الشيخ. طب قولي. المشكله ان احنا يعني احنا الاثنين كنا كويسين مع بعض، بنعمل كل حاجه لحماتنا مع بعض. وليكو يعني حماتنا كويسه معانا، مش وحشه معانا، ولا معايا ولا معاها. ايوه. فجت فتره كده هي عايزه ايه يعني ما تعملش حاجه لحماتنا خالص. فقلت لها خلاص براحتك انت ما تعمليش، بس انا هعمل براحتي، كل واحد براحته. ما ينفعش ان انا ابقى مراتي الكبيره واسيب مثلا حماتي هي اللي تعمل. شفتي بقى جت من لسانك ازاي مرات الكبير؟ الرئيسه. الرئيسه. انت عايزه تعملي حما نمره اتنين؟ ها؟ لا حضرتك يا مستر، هي مش عايزه تعمل، انا عايزه اعمل، دي حاجه براحتي، صح ولا لا؟ والحوار ده حصل بينكم انتوا الاثنين من غير تدخل الرجاله ولا حماتك، ده اهم حاجه عندي. لا ما بص حضرتك بقى، هي اللي كبرت الموضوع ده. انا عارف انه هيكبر، انما لو بينك وبينها كده سيكريت. ما هي بقى او حديث نفسي وطلع. هي لو وصلت الموضوع لجوزها، وجوزها قال لامه لا هي مش هتعمل لك اي حاجه. جوزها قال ايه؟ جوزها قال ايه؟ جوزها قال ايه؟ لامه ان هي مش هتعمل لك اي حاجه. في حد صغير جنبك اهو بتحفظوه القساوه من صغره بمليك الكلام. لا يا فندم لا والله. طب رد عليا بفكرك يعني. المهم بس شوف العيال بيحفظوا عنا ايه. الواد يساعد امه في الكلام، يقول لها ما قلت لي كلام وشتم من جدتي هل لا لا. هل عم اللي جنبك ده، عم اللي جنبك جوزها وافقها وقال لك مش هنعمل حاجه لامي؟ لا هو قال لوالدته ان هي مش عايزه تعمل حاجه. اه يعني بلغ والدته مراتي مش هتعمل، مش هتغسل لك الحله، مش هتعمل اي حاجه، اللي هتعمل الحله وتفصص لك التوم مرات اخويا الكبير كده يعني. هو كل واحد براحته، كل واحد براحته، اللي عايز يعمل يعمل. عايز اسمعك للاخر اتفضلي وبعدين اعلق. انا مرات مش تعمل، فانا ما ينفعش ان انا اسيب حماتي، ما ينفعش خالص يعني. مش ان انا سايبها تعمل حاجه وانا اكون موجوده. طيب ها وبعدين؟ فهم ايه يعني زعلوا مني ان انا مش ان انا ايه عايز اعمل وهم ما يعملوش. يزعلوا؟ يزعلوا منك يا اللي عايزه تعملي؟ هاو هاو تش او دبليو. انا بعمل حبيبه يعني عليهم. ايه؟ فاكرين ان انا كده بعمل حبيبه يعني، انا ببقى كويسه هم واللي وحشين. فهي بعد دلوقتي بعد خلاص عيالها عني، مع ان عيالها كانوا بيحبوني كانوا على طول معايا، وبعدت نفسها خالص ما بقتش تكلمنا ولا اي حاجه. فدلوقتي احنا علينا ذنب ولا هي اللي عليها ذنب؟ كلنا مذنبون. شكرا ليكي. هو العنوان الجميع اللي بيجمع كل المشكلات ده بتاعت النهارده سبحان الله بالصدفه، اللي هو الفشل في المعايشه، الفشل في التعايش، الفشل في التحاور، الفشل في التجاور، الفشل في التقارب. احنا فشلة في ان احنا نعيش حياه سعيده جدا، وهي سعيده جدا بايه؟ بالدين اللي منظمها واحد اتنين تلاته. حماتك لو قادرة تغسل الحلة وتطبخ وصحتها بومب، لا عليك تعمل لها حاجة ولا على مرات الصغنون تعمل لها حاجة. دي تخدم روحها لأنها مش جايبك وخدمين. اللهم إلا أنت كنت موجودة ولقيتها قايمة تغسل الحلة، أو دخلتي فلقيت مطبخها بيضرب يقلب كالعادة عند معظم المصريين، فشمرتي واحتسبتي عنده عشان يديك الصحة لأن دي أمك في مكان أمك، وغسلت روقتي لها الدنيا ونظفتيها وعايزة حاجة يا أمي وسلام عليكم. من غير بقى إيه بقى هقول لكم، وفي شروط وحاجة، من غير بقى إيه ما تلمحي بالتانية، ما تجيبي سيرة التانية، ما تقوليش بقى إيه لأن طبعا أنت بتعملي كده أكيد وغيرك بيعمل كده، أما تغسلوا حلتين تقوم تقولي إيه هي
بسلامتها لسه ما صحيتش من النوم عشان تقولي لها يعني ايه الانا اللي صاحيه وانا اللي شايله الغلب ومتحمله الويله، انما دي منعمه اقرصيها بقى ولا غضبوها ولا طلقوها. ده لازم يتوضب اللي عايز يعمل حاجه زي ما قلت. وانت داخله لو عايزه تعملي لحماتك حاجه في المطبخ احتسبي عند ربك، انسي انك عملتي خلاص، ربنا شلك الحسنات. ما تجيبيش سيره غيرك بقى، نايمه متنيله سعيده انت تعبانه عنها ما حدش قال لك انزلي، ما دام الست اللي بتصوت ولا عيانه خلاص. اتنين هي تعبانه ومش قادره تعمل وبنتها معاها مطلقه ارمله ما اتجوزتش، ايه اتجوزت وساكنه معاها وقاعده بتاكل وتشرب معاها؟ تعمل لها بنتها اولى منك واولى من سلفتك يا بتوع السلايف انتوا خلاص. تعمل لها مفيش بقى وقعت في ارابيسكو، يبقى ربنا بعت لكم خير يرحمكم به في الدنيا وفي الاخره، وما تخدموها متعاونتين يعني انت وسلفتك غير متنافرتين. بيجرى ايه؟ وبعدين هي حتى لو قلت لك انا مش عايز اعمل لها حاجه اكيد هيبقى في حاجه اسمها بيكوز. بيكوز دي كان يقولوا لنا في اعدادي في زمان في الازهر بمعنى لان، مش كده؟ فور اف او ار كويس. تقولي لها ليه؟ هي هتقول لك بيكوز دي ست ما بتقولش شكرا، دي برويه، دي اي حاجه. قولها لا 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 حرام عليك دي ست طيبه وغلبانه ما تقوليش كده. يا سلام لو كنت عايزه تبقي مكاني بس مش بالطريقه بتاعتي، يمكن انا استاذ كبير شويه ولا حاجه على السلم وتاخدي مليون حسنات وتبقي داعيه الى الله. ما تقوليش كده في حماتك يا اختي، عامليها زي امك ربنا يبارك لك فيكي وفي ذريتك. باي، لازم باي بعد الشورت ده، بعد البلوك ده لازم تمشي. انتوا عارفين احنا وانا بقى شغال في الحوار ليل ونهار المنايل ب 60,000 نيله، عمال ده شغال 24 ساعه وانا نايم شغال وربي، وبقوم من احلاها نومه والاقي نفسي نمت 7 دقايق عشان اكتب كلمه فكره. انتوا عارفين ان احنا بنقول اللي يرضي ربنا دقيقتين اتنين، وبدل ما نقول باي بنقول يا رب ولعه. يعني الاول نقول ايه؟ لا 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 دي طيبه وغلبانه، اسكتي خليها زي امك يا اختي وخدي اجرك وثوابك. بعد جمله واحده، بعد 3 سنتي على رايك دي مره ما تتعاشرش، هببنا اللي عملناه، عمانا اللي كحلناه في ثانيه. وزي كان بنصح بقول بعد ما تقول الكلمتين اللي يرضوا ربنا خافي على نفسك من همزات الشياطين، وخافي على نفسك من الخيبه الناقعه، لا ترجعي في كلامك. ولذلك هيبقى في بنت بتسالني امبارح على صفحه الف دال مبروك عطيه دي اللي جابالي وجع القلب، بس سعيد بيها والله بدل ما هقول فيها معلومه او انشر فيها حاجه انا سعيد بيها جدا. بتقول لي ايه؟ ازاي الواحد يحس ان ربنا قبل توبته؟ فانا كتبت ما يرجعش للذنب تاني ويكثر من الحسنات. شورت انصر. تعرف منين ان ربنا قبل توبتك؟ انك ما بترجعش للذنب الوسخ اللي انت كنت بتعمله تاني، وحسناتك بتكتر كل يوم. ان الحسنات يذهبن السيئات، ده الدليل على ان ربنا قبل توبتك. انا برضه هنا بلضم بالابره والفتل، الدليل على انك انت كنت تقصد وجه الله لما قلت لها خلي بالك دي حماتك زي امك، انك تقول الكلمتين ولو وقفت ساعه، انت حره بقى، ولو وقفت ساعه ولو وقفت ساعه ما ترجعيش عن الكلمتين دول ابدا. مش تقولي ولا على رايك ولا او النبي ما انا عارفه. طب ما انت كنت عارفه من دقيقه. لا اله الا الله، ما احنا كنا حلوين من 5 دقايق، ايه اللي وحشنا ومررنا تاني؟ إيه الكلام ده؟ بقول وعشان كده يبقى ده الصدق مش موجود. لو كان الصدق موجودا بداخلنا مع اول حرف ننطق به يرضي ربنا لعملنا اللي قلنا عليه ده، كلمتين وجري، يا كلمتين بقى واعمل لهم حاشيه واعمل لهم متن واشرحهم واجمل فيهم. انت فاضيه بقى وهي فاضيه، ما وراكوش حاجه زي حالاتي، فتقولها لا ما تقوليش كده، وكما تدين تدان، اللي ربنا يقدرك عليه اهو ده له فقه ولا افتاء في الطلاق ولا هيوديك النار.